طيب ازيكم وعاملين ايه؟ كله تمام. المنتخب المصري واللقاء بتاع موزمبيق ما كانش حلو وما كانش عاجبنا وما كناش مبسوطين، عايزيننا ننسى قصة موزمبيق، عايز يبقى ساعتها تكسبوا غانا ونغني بقى والله وعملوها الرجالة ونهيص وننبسط. بعثة المنتخب المصري دلوقتي بيستعدوا للقاء مصيري، ده من الاخر كده طبعا اللي هو بتاع يوم الخميس بإذن الله سبحانه وتعالى. كسبتوا غانا واحنا قعدنا نغني والله وعملوها الرجاله 100 فل و14، وننسى لقاء موزمبيق، هنعتبره ما حصلش، هنعتبره انه كان يعني ايه حلم وراح، امشي يا وحش ما حصلش، خلاص ما فيش حاجه. مين احنا؟ لعبنا وحش مع موزمبيق اطلاقا، ده احنا كسبنا غانا وتالت ومتلت و100 فل و14. انا كل اللي بقعد افكر فيه والله بتكلم بجد طول الوقت، يا جماعه هو احنا الفرق بتاعتنا لما بتبقى داخله مستريحه ما بتلعبش حلو، داخله مضغوطه وعندها شعور كده بانه ايه، ده احنا لو ما لعبناش حلو لو ما جبناش نتيجه كويسه يعني هنلتهم. فانا اتمنى انه ما نفكرش بالطريقه دي بقى هنا كلعيبه كفرقه كمنتخب. احنا لازم نبقى محطوطين تحت الضغط طول الوقت، ده على ما يبدو دي الطريقة بتاعتنا، لكن بالتأكيد هناك استعدادات الآن وأجواء في كوت ديفوار استعدادا لهذه المباراة المرتقبة يوم الخميس اللي جاية، ما بين الخميس اللي جاي ما بين المنتخب المصري وما بين المنتخب الغاني. معانا على التليفون سعادة السفير شريف سيف سفيرنا في كوت ديفوار، أهلا بيك يا فندم. أهلا أستاذ يوسف. أهلا، إزاي الصحة سعادة السفير؟ كله تمام؟ الله يخليك يا فندم. الاخبار عندكم في كوت ديفوار ايه؟ والله الاخبار ان بالنسبه للجماهير المصريه يعني ايوه طبعا عملنا تواصلنا مع الجماهير وان شاء الله باذن الله هيكون في حضور جماهيري مكثف باذن الله، نتمنى يعني من الجماهير المصريه ان شاء الله باذن الله نتكلم في حوالي من 600 ل 800 مشجع ان شاء الله، ده ما كانش زياده، احنا لغايه دلوقتي يعني في حوالي 600 تذكرة وإن شاء الله بإذن الله اليومين الجايين الأعداد تزيد، نتمنى إن الأعداد تزيد، خصوصا إن حضرتك عارف إن غانا يعني دولة مجاورة لكوت ديفوار وبالتالي هتكون في جماهير غانية كتير إن شاء الله، ربنا يوفقنا إن شاء الله في هذه المباراة الهامة زي ما حضرتك بتقول، مباراة يعني محورية وإن شاء الله بإذن الله الأداء بإذن الله يبقى احسن من الاداء في الماتش اللي فات. هل في فرص اكبر لحشد المزيد من الجماهير المصريه للتشجيع في هذه المباراه؟ اكيد يعني ممكن نعدي الألف. اكيد يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله، يعني حضرتك في احنا برضو كجمهور وكجاليه احنا حاسين مسؤوليه، منتخبنا بيلعب واحنا دايما بنشعر بالفخر ومنتخبنا بيلعب، فاكيد ان شاء الله باذن الله انا بتخيل ان الاعداد ممكن تزيد ان شاء الله في خلال اليومين الجايين، يعني احنا الاول يوم بس او النهارده يعني بس تحصلنا على مجموعه من التذاكر وبننسق مع الجاليه ومع الاتحاد المصري بحيث ان احنا نزود الاعداد ان شاء الله باذن الله. هي احنا الجاليه عندنا هناك في غانا قد ايه يا فندم؟ اسف في كوت ديفوار قد ايه يا فندم؟ في كوت ديفوار لا مش كتير، احنا مش كتير يعني الاعداد مش كبيره الحقيقه، احنا بنتكلم من حوالي من يمكن من 3 ل 4000 في كل كوت ديفوار يعني. ولكن احنا اتخيل ان جمهورنا قادر على ان هو يعني يساند اللعيبه بقوه ان شاء الله. لا ده احنا جمهورنا يهز الملعب دايما او 1000 يعني. يا رب يا مسهل الحياه، جمهورنا يهز اي ملعب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله أكيد. اتمنى ذلك اتمنى ذلك ويكونوا بتشجيعهم داعمين جدا للمنتخب المصري في مباراته امام غانا يوم الخميس القادم. كل الشكر لسعاده السفير شريف سيف سفيرنا في كوت ديفوار، كان يحدثنا حول الاجواء والاستعدادات في غانا. تحصلنا تقريبا على ما بين 600 ل 800 تذكره او مقعد يعني ان شاء الله في المدرجات، نتمنى ان احنا نقدر نزود عن كده وان احنا نقدر نجيب عدد اكبر من ابناء الجاليه، وزي ما قال سعاده السفير احنا تقريبا الجاليه تتراوح ما بين 3 ل 4000 ليست جاليه كبيره، فلو حضر 1000 ده احنا بنتكلم على 25% او 30% او يمكن 33% ممكن يبقوا بيحضروا. يا رب يا مساعد، كل الامنيات اكيد للفريق بتاعنا، شدوا حيلكم بقى يا رجاله. طيب